بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة الثالثة ابتدائي، نستأنف مع الصفحة رقم 82 كما نرى في أول الصفحة. عندنا ليغ إسكزارسي قراءة وتمرن. في هذه الفقرة سنرى الحرفين سي اش ماجيسكول كما نرى، ثم سي اش مينيسكول. إذن سنرى سي اش كبيرة ثم سي اش صغيرة، كما في كلمة شا كما نرى ان شا يعني قط. إذن نتحدث عن سي اش ماجيسكول ثم سي اش مينيسكول. إذن سي اش كبيرة ثم سي اش صغيرة. طبعا هنا نتكلم عن الحرفين ولا نتكلم عن الصوت كما سنرى بعد قليل، ولا نتحدث عن الصوت والذي سنراه طبعا بعد قليل. إذن لو برومي باراغراف، إذن الفقرة الأولى، أنا جو أتخوف إي جو لي لا فراز دو تكست دو لا باج 81. إذن أنا أجد للمرة الثانية، هنا عندنا جو أتخوف، هنا لا نتحدث عن جو أتخوف يعني أنا أجد، هنا عندنا جو أتخوف يعني أنا أجد للمرة الثانية. إي جو لي لا فراز، وأنا أقرأ الجملة دو تكست دو لا باج 81. إذن أنا أقرأ جملة النص الموجود بالصفحة رقم 81. كوم نو لو فويون سوغ لا باج، كما نراه على الصفحة، أون كاتر فخاز، عندنا أربعة جمل. أون لا فخاز أ، لا فخاز بي، لا فخاز سي، لا فخاز دي. كيس كون فا فار، ماذا سنفعل؟ أون فا شيرشي، يعني أننا سنبحث لاكال أونتخ سي فخاز. إذن سنبحث أي التي بين هذه الجمل. On va chercher laquelle parmi ces phrases أي التي من بين هذه الجمل fait partie au texte de la page 81، يعني أن تنتمي للنص الموجود بالصفحة رقم 81. إذن on va chercher laquelle entre ces phrases fait partie ou bien appartient au texte de la page 81. Nous prenons la première phrase. Nous prenons la première phrase. نأخذ الجملة الأولى. On a le lapin monte sur une table. On a le lapin monte sur une table. الأرنب يصعد فوق الطاولة. الأرنب يصعد فوق طاولة أو الأرنب يصعد فوق مائدة. إذن le lapin monte sur une table. Alors pour que cette phrase soit vraie، لكي تكون هذه الجملة صحيحة، il faut qu'elle soit comprise dans le texte de la page 81. يجب أن تكون متضمنة في نص الصفحة رقم 81. Pour cela, nous reprenons ce texte-là. Nous reprenons ce texte. إذن سنرى هذا النص. Comme nous le voyons, on a, je lis, أنا أقرأ, la tortue court encore. Elle monte sur un chou et descend. Elle ne tombe pas. Elle continue. Le lapin se retourne mécontent. Il fait des bonds et commence à courir. C'est trop tard pour lui. La tortue est déjà loin. إذن كما نرى بأن الجملة غير متضمنة هنا. إذن كما نرى بأن لولابا مونت سور اون طابل، هذه الجملة غير موجودة بالنص، وبالتالي لا فراز ا اي فوس. إذن الجملة ا خاطئة. اي بار كونسيكون لا فراز ا اي فوس. وبالنتيجة فإن الجملة ا خاطئة. Si nous prenons la deuxième phrase، إذا أخذنا الجملة الثانية، la phrase B، qu'est-ce qu'on a؟ On a le lapin monte sur un chou. Le lapin monte sur un chou. إذن الأرنب يصعد فوق ملفوف. إذن est-ce que la phrase B vraie ou fausse؟ إذن هل الجملة B صحيحة أو خاطئة؟ إذن لكي تكون صحيحة، يجب أن تكون هذه الجملة متضمنة في نص الصفحة رقم 81. إذن طبعا كما نرى، لا تورتي كور أنكور، إل مونت سور أن شو إي ديسون. إذن عندنا لا تورتي كور أنكور، السلحفاة لا زالت تجري، إل مونت سور أن شو، إل مونت سور أن شو، هي تصعد فوق ملفوف إي ديسون، ثم تنزل. إذن في النص طبعا الحال عندنا، السلحفاة هي التي تصعد فوق الملفوف ثم تنزل، على عكس الجملة بي، والتي تقول بأن الأرنب هو الذي صعد فوق الملفوف. إذن كما نرى، لا فراز بي لو لابا مونت سور أن شو. إذن وهذا خطأ. إذن لا فراز بي إي فوس. نو باسون على فراز سي، نمر إلى الجملة سي.
Qu'est-ce qu'on a? Mada indana? On a la tortue court encore. La tortue court encore. As-sulahfatu la zalat tajri. Taban kama nara fi an-nas la tortue court encore. As-sulahfatu la zalat tajri. Idem jumla sahiha. Alors, la phrase C est vraie. Idem jumla C sahiha. La tortue court encore. Nous passons à la dernière phrase, la phrase D. On a la chatte monte sur le vélo. La chatte monte sur le vélo. Al-qattatu tas'adu fawqa ad-daraja. Idem, hal ra'ayna hadhih al-jumla fi an-nass as-sabiq. Taban, lam nara hadhih al-jumla kama nara an-nass. La tortue court encore. Elle monte sur un chou et descend. Elle ne tombe pas, elle continue. Le lapin se retourne mécontent. Il fait des bonds et commence à courir. C'est trop tard pour lui. La tortue est déjà loin. Idem, had al-jumla ghair mawjouda huna. Taban, laysa hunaka dhikrun lil-qatta wala li ad-daraja. Nous passons au deuxième paragraphe. Namur ila al-faqra al-thaniya. Je repère et je lis les mots. Oh, je vois CH. Je repère et je lis les mots. Oh, je vois CH. Idan ana u'allimu ala kama lo naqul. Je repère, c'est le verbe repérer kama lo naqul allama ala, yani annaka tata'allam ala shi haja. Idan je repère, yani ana u'allimu ala, et je lis, wa ana aqra'u les mots, al kalimat, ou je vois. Taban adna le verbe voir, le verbe voir, yani fi'l ra'a, haytu ana ara. Idan ou je vois, يعني أنني غنعلم نقرأ الكلمات وأقرأ الكلمات حيث أنا أرى CH حيث أرى هاد الحرفين CH أو جو فوا CH. إذا نأخذ الكلمة الأولى إن شات إن شات. إسكو سو مو لا كومبخون لي دو لتر CH؟ بيان سور لو مو شات كومبخون سي دو لتر. إذا كلمة شات تتضمن هاد الحرفين. طبعا سنعلم على هذه الكلمة ثم نقرأها لأنه المطلوب عندنا je repère et je lis وأنا أقرأ. أنا أعلم على وأقرأ. Nous passons au deuxième mot. نمر إلى الكلمة الثانية. On a un fichu. طبعا كلمة fichu تعني خمار، تعني خمار يغطي الكتفين أو الرأس. إذن تنتكلم على واحد زيف تغطي الرأس، تنتكلم على واحد زيف واحد الفولار تغطي الرأس أو الكتفين، خاصة عند المرأة. إذن يسمى فيشي. طبعا كلمة فيشي ممكن أن تأتي كأدجكتيف، ممكن أن تأتي كوصف. نقول عن شيء بأنه فيشي، نقول عن شيء بأنه فيشي، فيشي افيك او بالنسبة للمؤنث. إذن المقصود بها مالفي، يعني أنه قبيح. أيضا كلمة فيشي كأدجكتيف كوصف أن تعني بينيبل، أن تعني شاق. نقول عن شيء بأنه فيشي وبيا بينيبل، يعني أنه شاق. كلمة فيشي كاسم، إذا نقول أن فيشي، المقصود به خمار يغطي الكتفين أو الرأس. ألوغ إسكو لو مو فيشي كومبخون لي دو لتر سي اش؟ هل كلمة فيشي تتضمن الحرفين سي اش؟ تتضمن الحرفين سي و اش. Bien sûr, le mot fichu comprend les deux lettres C et H. Le mot fichu comprend les deux lettres C et H, et par conséquent, on va le repérer et le lire. إذن وبالتالف إننا سنعلم عليه ثم نقرأه. Nous passons au mot suivant. نمر إلى الكلمة التالية. La salade. La salade. طبعا نعرف كلمة la salade أنها تعني السلطة. Alors, est-ce que le mot salade comprend les deux lettres CH. إذن هل كلمة صلاد تتضمن الحرفين CH C و H؟ طبعا le mot صلاد ne comprend pas les deux lettres C et H. إذن كلمة صلاد لا تتضمن هاد الحرفين، وبالتالي لن نعلم عليها ولا نقرأها. ثم nous passons au mot suivant. Nous passons au mot suivant. نمر إلى الكلمة الموالية لو مارشي.
le marché. Est-ce que le mot marché comprend les deux lettres C et H? Est-ce que le mot marché comprend les deux lettres C et H? Bien sûr, le mot marché comprend les deux lettres C et H. Et par conséquent, on va le repérer et le lire. إذن وبالتالي فإننا سنعلم عليه ونقرأه. إذن نقرأ الكلمة. Ensuite, on a une vache. Une vache. Alors, est-ce que le mot vache comprend C et H? Est-ce que le mot vache comprend C et H? هل كلمة vache تتضمن C و H? Bien sûr, le mot vache comprend les deux lettres C et H. إذن كلمة vache تتضمن الحرفين C و H. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une chèvre. Une chèvre. إذن عندنا معزة. للإشارة كلمة vache تعني بقرة. كلمة le marché المقصود بها سوق. إذن une chèvre. Est-ce que le mot chèvre comprend les deux lettres C et H? Est-ce que le mot chèvre comprend les deux lettres C et H? Bien sûr, le mot chèvre comprend ces deux lettres. يعني أن كلمة شعر تتضمن هذين الحرفين. طبعا كلمة شعر تتضمن هذين الحرفين. Et en fait, qu'est-ce qu'on a? On a une souris. Une souris. إذن عندنا كلمة فأرة. طبعا كلمة شعر تعني معزة. Une souris. Une souris. Alors, est-ce que le mot souris comprend les deux lettres C et H? هل كلمة souris تتضمن الحرفين C و H. Bien sûr, le mot souris ne comprend pas les deux lettres C et H. طبعا هنا نتكلم عن C و H تكون ملتصقة بهذا الشكل. وقد نجد C دون H وقد نجد H دون C. طبعا المطلوب هنا أن نجد الحرفين الملتصقين كما نرى واللذان كأنهما يكونان حرفا واحدا يعطي الصوت ش. اللذان يعطيان الصوت ش. هذا الصوت الذي سنراه في الفقرة الموالية. Alors, nous passons au troisième paragraphe. نمر إلى الفقرة الثالثة. Je trouve la place de la syllabe. Oh, j'entends ش. Je trouve la place. يعني أنا أجد مكان. مكان ماذا؟ De la syllabe. إذن أنا أجد مكان المقطع اللفظي. أو جونتون حيث أنا أسمع الصوت ش. طبعا هذا الصوت ممكن أننا نحصل عليه بسي أش وممكن أننا نحصل عليه مثلا بأس أش. إذن هنا نتكلم عن الصوت ش. هذا الصوت في حالات قد لا يعني الكتابة سي أش. بل أكثر من هذا قد نجد بعض الكلمات تتضمن سي اش ولا تعطي الصوت ش. هناك بعض الكلمات طبعا هي قليلة تتضمن الحرفين سي و اش هكذا متلاصقتين ولكن لا تعطي الصوت ش. مثلا كلمة كلور. مثلا كلمة كلور أن تكتب كما لو نكتب شلور ولكن هي تقرأ فقط كلور ولكن تقرأ كلور. نتكلم عن الكلور. طبعا كلمة تكنولوجي هي تكتب كما لو نكتب تكنولوجي ولكن هي تقرأ تكنولوجي. إذن طبعا هناك بعض الكلمات التي تتضمن سي اش هكذا ولكن لا يصدر من هذا المقطع اللفظي هذا الصوت اللي هو صوت ش. طبعا هنا نتحدث عن الصوت. Alors je trouve la place de la syllabe où j'entends le son ش. إذن أنا أجد مكان المقطع اللفظي حيث أسمع الصوت ش. Nous prenons la première image. نأخذ الصورة الأولى. Qu'est-ce que c'est? Que désigne la première image? ماذا تمثل الصورة الأولى؟ Alors, qu'est-ce que c'est? ما هذا؟ Bien sûr, c'est une paire de chaussures. إذن هو زوج أحذية. C'est une paire de chaussures. إذن هو زوج أحذية. Alors, où est la syllabe où on entend
لو سون ش. إذن أين هو المقطع اللفظي حيث نسمع الصوت ش وي لا سيلاب او جونتون لو سون ش وي لا سيلاب او اون اونتون لو سون ش وي لا سيلاب او اون اونتون لو سون ش. إذن أين هو المقطع اللفظي حيث نسمع الصوت ش؟ إذن voilà la syllabe où on entend le son ش. إذن هذا هو المقطع الصوتي الذي يعبر عن الصوت ش كما نرى. Nous passons à la deuxième image. نمر إلى الصورة الثانية. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? ما هذا؟ Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? ما هذا؟ C'est un cheval. C'est un cheval. إنه فرس. Alors, pour le mot cheval, où est la syllabe où on entend le son ch? Pour le mot cheval, où est la syllabe où on entend le son ch? فيما يخص كلمة cheval, أين نسمع الصوت ch? أين هو المقطع اللفظي حيث نسمع الصوت ch? Pour le mot cheval, où est la syllabe où on entend le son ch? إذن بالنسبة لكلمة شوفال أين هو المقطع اللفظي حيث نسمع الصوت ش؟ Voilà la syllabe qui donne le son ش. إذن هذا هو المقطع اللفظي الذي يعطي الصوت ش كما نرى. Nous passons à la troisième image et on pose la question qu'est-ce que c'est؟ إذن نمر إلى الصورة الثالثة ونطرح السؤال qu'est-ce que c'est؟ Qu'est-ce que c'est؟ Bien sûr, c'est une vache. C'est une vache. إذن هذه بقرة. Pour le mot vache, où est la syllabe? Où est la syllabe? Où j'entends le son ch. أين هو المقطع اللفظي حيث أنا أسمع الصوت ch. Ou bien, où est la syllabe? Où on entend le son ch. أين هو المقطع اللفظي حيث نسمع الصوت ch. إذن فيما يخص الكلمة voilà la syllabe où j'entends le son ch. إذن هذا هو المقطع اللفظي حيث أنا أسمع الصوت ch. Nous passons à la dernière image. نمر إلى الصورة الأخيرة. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? ما هذا؟ طبعا هنا لا نتحدث عن البنت. هنا لا نتحدث عن البنت بل نتحدث عن شيء موجود في رأس البنت. إذن ماذا نسمي هذا؟ Qu'est-ce que c'est? Ce sont les cheveux. Ce sont les cheveux. طبعا نتكلم عن شعر. طبعا إذا قلنا cheveux بدون X المقصود شعرة. هنا نتحدث عن مجموع الشعر. طبعا نتكلم عن عدة شعرات. إذا المقصود نتكلم عن شعر كثير. إذا نقول Ce sont des cheveux. إذن هو شعر. Pour le mot cheveux, où est la syllabe? Où on entend le son ch? Le son ch. بالنسبة لكلمة cheveux, أين هو المقطع اللفظي حيث نسمع الصوت ch? Pour le mot cheveux, où est la syllabe? Où on entend le son ch? إذن بالنسبة لكلمة cheveux, أين هو المقطع اللفظي حيث نسمع الصوت ch? La voilà. La voilà. إذن ها هي voilà la syllabe où on entend le son ch. إذن ها هو المقطع اللفظي حيث نسمع الصوت ch. Nous passons au quatrième paragraphe. نمر إلى الفقرة الرابعة. Je trouve l'étiquette qui va avec l'image. أنا أجد الملصقة التي تسير مع الصورة. أنا أجد الملصقة التي تسير مع الصورة. إذن je trouve l'étiquette qui va avec l'image. Si nous prenons la première image, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? ما هذا؟ إذا أخذنا الصورة الأولى, qu'est-ce que c'est? ما هذا؟ إذن, c'est une vache. C'est une vache. إذن هي بقرة. Alors, où est l'étiquette qui va avec cette image? إذن أين هي الملصقة التي تسير مع هذه الصورة؟ هو الاتيكيت كي فا افيك ليماج اه. إذن أين هي الملصقة التي تسير مع الصورة واحد؟ بيان سور سي ليتيكيت سي. سي ليتيكيت سي. إذن هي الملصقة سي.
Nous passons à la deuxième image qui se trouve à droite. إذا نمر إلى الصورة الثانية التي توجد على اليمين. Qu'est-ce que c'est? Bien sûr, c'est un cheval. إذا هو فرس. C'est un cheval. إذا هو فرس. Alors, où est l'étiquette qui va avec cette image? أين هي الملصقة التي تسير مع هذه الصورة؟ سالي تيكت بي. إذن هي الملصقة بي. نبخنو لا ديرنيير إيماج. نأخذ الصورة الأخيرة. كاسكو سي. ستان شو. هو الاتيكت كي فا افيك ست إيماج. أين هي الملصقة التي تناسب هذه الصورة؟ Où est l'étiquette qui convient à cette image? أين هي الملصقة التي تناسب هذه الصورة؟ Bien sûr, c'est l'étiquette A. إذن هي الملصقة A. إذن نكتفي بهذا القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.